بزمن العتمات في سراج أكيد بعده ضاوي، واليوم عم يجذب بعجيبه كل الكرة الأرضية. بعد 50 سنة على تطويب قديس لبنان والعالم، لبنان بيحتفل بحبيس عناية. الام تي في بترافقكن بيوم صلاة وشهادات غيرت حياة كتار. من المحبسة للدير، مسيرة 23 سنة على أعجوبة الشفاء مع نهاد الشامي. شربل صلي عنا مع كاتيا خوري مندلق وإلي أحوش، هالجمعة ابتداء من الساعة 8:30 الصباح. شربل صلي عنا حلقة خاصة لـ MTV Alive، رح منشوفها سوا أنا وياكم مشاهدينا نهار الجمعة 22 الشهر مباشرة من مر شربل بعناية. بعد 50 سنة على تطويب القديس شربل ومسيرة 23 سنة على أعجوبة شفاء نهاد الشامي، ومنتابع بواتس أون MTV مع لمحة سريعة عن برامج الـ MTV، ومنبدأ بالمسلسلات مع مسلسل دنيا. هالمسلسل يلي عم ينعرض بعده على شاشتنا من الاثنين للجمعة على الساعة 6 المساء، خلينا نشوف. ايه دكتورة، أنا خلصت يعني ضبيت أغراض الإن سي جولاي، شو أعمل شو أسوي؟ دنيا خذي هدول كبيهم زبالة. ليش بزبالة؟ أنت مثقف يعني، كتب بزبالة؟ بطل أنا حدا يقراها يدرس فيها ويتعنق حنان. مثل ما بدك، أنا رحت أشوف الشباب. الله معك، مع السلامة يا ليلى. طولي بالك دكتورة، زعلانة كتير على البيت وعلى ذكرياتنا. اي نعم حكي حق، بس يعني عدم مؤاخذة، انتي يعني في بقلبك مخ، كيف لكان انتي انسي يعني انسي بالجامعة موحية مو انسي ابتدائي صغار وفقهي يعني تفهمي. انا بقول يعني صلح سيد الاحكام، مش لحتى يعني ما تتصالحا وانتو خلصت، انتي بتحبي وبيحبك يعني. أنا ما بكرهه، بس صرت أكره أفكاره. إيه نعم، اعتبريني مثل أختيك، فطفتي حكاي. يا دنيا، ما فيك تساعدي. نجيب تغير كتير، صار متطرف كتير بأفكاره. خلص، هيك الله رايد، شو بدنا نعمل؟ قومي، قومي روحي كملي شغلك، قومي. حاضر، يعني متطرف هيك. بعدين فسر لك يا هؤون. إنها مسلسلات وبرامج فنية، برامج إنسانية كمان بتشوفوها على شاشة الام تي في. أكيد بذكر بأنه The Voice Kids عم ينعرض كل سبت مباشرة بعد نشرة الأخبار، وسلبريتي دوات اللي دايما بحاجة لتصويتكم كل أحد كمان بعد نشرة الأخبار المسائية. ومنتابع مع المسلسلات مع العشق الأسود، المسلسل التركي اللي عم ينعرض حاليا من الاثنين للجمعة على الساعة 7 المساء، خلينا نشوف مقتطف. إيلين انخطفت. مين؟ لك مين اللي خطفها؟ سرحان جوز العبير خطفها. وهو شو له علاقة بإيلين؟ طلع هالكلب كمان عم يشتغل عن طاهر دوندار. يلعن شرفه هالحقير. بسيطة، متأكد إنه هو؟ ليش ما كنت بتعرف؟ لك شبك معقول أعرف هيك شغلة وقعد بالبيت؟ بعدين الخبر ما تعمم باللاسلكي، كيف خطفها وإمتى؟ بعدين أنت شو عم تساوي بالبيت؟ خلينا نروح يلا أخي. لا، قلت لي انك ما بتعرف، مع انه كنت متوقع انه الخبر رح يوصلك فورا. ومين اللي بده يخبرني؟ حسين، اذا بيلمسوا شعره من راس إلين بدي لاقي هالكلب وادفنه بايدي، يعني سرحان وطاهر وكل حدا بيساعدهم بده يموت. تعرف هالشي ما؟ وبلش المسلسل اللبناني مثل القمر ينعرض الأسبوع الماضي كل تنين ثلاثة وأربعة على شاشة الام تي في مباشرة بعد نشرة الأخبار. حلقة جديدة بتتابعوها ليلى، وشو ممكن يصير من تطورات بين هالقصة الحب يلي عم بتبلش جديد بين قمر وجهاد، قمر الفقيرة وجهاد الغني وابن بيك بالضيعة، خلينا نشوف. ليه ناطرة حدا غيري؟ شو بدك؟ والله جيب لك هالبقرة اللي بعت لك اياها الأستاذ سعيد،
في كم فرخ دجاج بعد واصلين مع الشغيل. قصدك الاستاذ جهاد؟ الباك الكبير هو اللي امرنا. ايه بعرف، بس هو الاصل الاستاذ جهاد. شفقان عليك مشان تبطلي سرقه. روح نقلع من وجهي بلا حكي بلا طعمه. فل روح. ماشي. شرف عمي. سلام. الله معك. بقدر افهم لشو بعت لك بقره من مزرعته ببلاش؟ شو بده يكون سته؟ عم بيساعدنا. ما عنده شي 100 بقره بالمزرعه على حيغص بهيدي؟ اكيد بده شي بالمقابل. جدي انتو وافكاركم كل نيتكم عاطله كل الوقت. انا ما عجبتني هالقصه. شو بده يكون يعني سته؟ شو بده يكون؟ اصدقاء وبس. أما هلأ فرح ناخذ وقفة سريعة ومن بعدها منروح على تيستينج.